بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق، إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم فيما يلي بيان المفطرات، سبق أن بين المصنف الصوم وأركانه شروطه قد تم هذه. فيما يلي بيان مفطرات الصوم، نعم. ويفطر عامد عالم مختار بجماع واستمناء لا بضم بحائل واستقاءة لا بقلع خامة وبدخول عين جوفا. هكذا بين الماتن مفطرات الصوم. عندما يقع هذه المفطرات، لو وقعت بكون الصائم بإيقاع هذه الأمور عامدا عالما مختارا يفطر الصوم، وإلا لا يفطر الصوم في جميع هذه الأمور. لذلك مصنف أولا قال يفطر عامد ثم عالم ثم مختار، بهذه الشروط الثلاثة يفطر الصوم، وبدون ذلك أو لو اختل شيء من هذه الثلاثة، يعني لو كان الصائم نسي صومه لذلك لم يكن عامدا، أو ليس بعالم بل هو جاهل بأي شيء من بأنما يفعله يتعاطاه مفطر، هذا ما كان عالما بل جاهل، أو ما كان مختارا بل مكرها، ثم وقع منه هذه الأفعال الآتية والأمور الآتية، لا يفطر صومه. نعم. فإذا هذه القيود الثلاثة، عامد عالم مختار، لا ترجع إلى الجماع فقط، بل إلى الجماع وإلى ما عُتف عليه من استمناء ووصول عين إلى جوف، هكذا استقاءة، في كل هذه الأمور يفطر الصائم لو كان عامدا عالما مختارا. نعم. شاره يبين محترز كل في عقبه، يفطر عامدا لا ناس، نسي أي شيء، ناس للصوم، لو نسي الصوم ثم تعاتى أحد هذه الأمور لا يفطر صومه. وإن كثر منه، ممكن هذا الفعل إما جماع أو استمناء أو استقاءة أو وصول عين إلى جوفه، كثر منهم. ماذا كثر؟ نحو جماع وأكل، نعم، هذا كان كثيرا، أو أكل، يعني الموكول كان كثيرا، أو هو أكل أكثر من مرة، كلاهما لا يفطر به الصوم. هذا بخلاف الصلاة، بالنسبة إلى الصلاة لو أكل ناسيا للصلاة كثيرا يفطر، تبطل الصلاة، أما في الصوم لا يفطر. لماذا؟ والكثير لا يعذر في الصلاة، لأن للصلاة هيئة خاصة تنافي الأكل، أما الصوم ليس له هكذا كيفية خاصة تنافي الأكل، هكذا
يفترق الصوم والصلاة. نعم في هذا الأمر. عالم ثم ثانيا ينبغي أن يكون عالما. الصائم عابد عالم لا جاهل. جهل بأي شيء؟ بأن ما تعاطاه مفطر. ماذا يتعاطاه؟ مما يأتي من جماع، استمناء، استقاءة أو إيصال عين إلى جوفه بطريق الأكل والشرب هكذا. فإذا هو لا يعلم أن هذا مفطر. لماذا لا يعلم مفطر؟ هو جاهل. لماذا؟ لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك. بأحد هذين السببين يكون يعني جاهلا. لو كان جهله بأحد هذين السببين يغتفر، وإلا لا يغتفر. ممكن يكون هناك أسباب أخرى، مثلا هو لم يتعلم، مع أنه ليس قريب الإسلام ولا نشأه بعيدا عن من يعرف ذلك، بل هو عاش بينه، مع ذلك قصر في التعليم، لذلك صار جاهلا وهو لا يعذر، يعني يفطر صومه. مفطر لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك. في بعض الأحيان العلماء يعبرون بنشئه بعيدا عن العلماء. من المراد بالعالم؟ هذا من يعرف هذه المسألة، هذا هو العالم في هذا الباب. نعم. ثم لو كانت المسألة غريبة هل يعذر أو لا يعذر؟ سبق بينا للجاهل المعذور ثلاثة أسباب في الجملة: إما قرب إسلامه، أو نشأه هكذا بعيدا عن من يعرف ذلك، أو تكون المسألة دقيقة لا يطلع عليها ولا يعرفها عامة الناس، بل يعرفها ينتبه إليها العلماء. الظاهر كلام المصنف أن هذا، يعني دقة المسألة، لا يعتبر عذرا، بخلاف ما كتب عليه في الحاشية. نعم. ثم يعني هذه مفطرات الصوم ليست بدقيقة، لأجل ذلك هي ظاهرة. مختار لا مكره، لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع وإن لم ينزل واستمناء. ذا مكره، في هذا المكره شروط. ينبغي أن يكون تعاتي هذا المفطر بالإكراه فقط، ليس بغرض آخر. إذن مثلا رجل أكره، صائم أكره على تعاتي مفطر، على فعل مفطر من جماع أو استمناء أو أكل هكذا، ومع ذلك هو قصد، هو ظن يعني هذه فرصة للأكل. لماذا؟ لأنه فلان أجبره أكرهه عليه، لذلك قصد بعد الإكراه يفطر. أو يعني ليس قصد، بل كان منه فكر، أو يعني كان منه تلذذ بهذا الفعل، عندئذ لا يكون هذا الإكراه معذورا. لو تفكر، يعني تفكر في هذا الأمر، يعني هو لا يكره بقلبه، المكره من يكره بقلبه، فإذا ينبغي أن يكون كارها لفعل هذا الفعل الذي أكره عليه من جماع أو استمناء أو أكل هكذا. إذن لو أكل أو شرب لا يسوغه، بل يتجرع بسبب أنه كاره. هذا هو الإكراه الحقيقي الذي يعرض لأجله، أي يعذر لأجله في عدم إفطار صومه. نعم. ثم مكره بأي شيء، هنا كتب في التحفة مكره، يعني بما يحصل به الإكراه على الطلاق. العلماء يعني هذا بيّنوا
ضابط الإكراه في باب الطلاق. نعم. ذكر الإمام مخدوم في باب الطلاق قال الإكراه بمحذور، لو أكره بمحذور ثم يعني مكره بمحذور، محذور ثم فصل هناك صاحب الأشياء بما يعني يحذر منه أو يخاف منه في من أنواع العقوبات وبهذا أكره، فإذا حدده وخوفه بشيء من العقوبات التي يخاف منه عادة. وضابط المحذور هو الذي يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه، هكذا يعني بينا ضابط المحذور. الإكراه ينبغي أن يكون بمحذور. ما هو ضابط المحذور؟ الذي يؤثر على العاقل أو يؤثر العاقل لأجله، لا يوثر العقل، الذي يوثر العقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. فإذا رجل هدد آخر، خوف آخر بشيء، وبهذا الشيء هو اختار وآثر الإقدام على ما أكره عليه لأجل ذلك، هذا هو المحذور. ثم هناك بين يعني أنواع، إما يكون حبسا طويلا أو يكون صفعة واحدة فقط، يعني ضربة واحدة أيضا يكون محذورا. هذا المحذور يكون يختلف باختلاف الناس، نعم أفراد الناس يختلف. فإذا هذا هو الإكراه هنا، يعني أكره بمحذور. ثم ينبغي أن يكون عند الإكراه هذا عدم التلذذ والفكر والقصد، هكذا يعني ينبغي أن يكون لمجرد داعي الإكراه فقط لا غير، كما عبر في التحفة، بل لداعي الإكراه لا غير. ثم يفتر بأي شيء؟ بجماع، هذا جماع ولو بحائل هكذا، أو ولو كان في هواء الفرج هكذا، يعني العلماء بين. نعم. وإن لم ينزل، الإنزال ليس بشرط لي إفطار الصوم، بل هذا الجماع، جماع يعني صورته كما سبق في باب الغسل، يعني غياب الحشوة في الفرج. ثم لو لا يشترط أن يكون فرج إنسان، بل لو كان في فرج بهيمة حيوان آخر، لو كان بحائل، ولو كان الحائل ثخينا في قبل أو دبر وهكذا، يعم هذا الجماع. واستمناء، استمناء معنى استخراج المني، السين والتاء للطلب. فإذا طلب خروج المني هذا جماع طرق من طرق طريق من طرق الاستمناء، لكن هذا الاستمناء يعني بغير جماع. نعم. ولو بيده، هذا الاستمناء إما يكون بيده، بيد هذا الصائل، أو بيد حليلته. الذي يكون بيده هو حرام، لكن لو كان بيد حليلته لا يكون حراما، مع ذلك يفطر الصوم. أو بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل، أو يعني طلب خروج المني بلمس، لمس أي شيء؟ بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل، يعني هو لمس شيئا ينقض لمسه، مثلا هو لمس ذكره ببطن كفه، فإذا هذا اللمس، هذا المس ينقض وضوءه.
ولا مساعدة نبية يعني التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين، فهكذا الالتقاء وقع منه، فإذا هو لمس امرأة أجنبية يعني بشرته التقى، بس لمس بشرة امرأة أجنبية، ثم من هذا اللمس خرج المني. فإذا استمناء هذا بالطلب في هذه الصورة أو بلمس، فإذا لا يفطر الصوم بمجرد لمس بل وبلمس خرج المني، عندئذ هذا خروج المني هو المفطر. نعم. لا بقبلة وضم لامرأة بحائل لا بقبلة، وبالقبلة هل يفطر الصوم؟ لا يفطر الصوم. هذا عطف على لا بقبلة، هو عطف على لمس، فإذا لا يفطر يفطر بلمس لا يفطر بقبلة. وكذلك ضم لامرأة، كيف ضم امرأة بحائل أي معه، وإن تكررتا يعني هذا القبلة والضم تكررتا بشهوة أو كان الحائل رقيقا، في هذه الصور كلها لا يفطر صوم، وبهذا الفعل لا يفطر، وكذلك لو خرج المني به أيضا لا يفطر، يعني هو قبل زوجته أو يعني لما امرأة بحائل، هكذا القبلة أيضا بحائل، لو كان القبلة بدون حائل ثم خرج المني يفطر، لا يفطر بمجرد القبلة، فلو لما امرأة أو قبلها بلا ملامسة بدن بل بحائل بينهما فأنزل لم يفطر. نعم. لاندفاع المباشرة، فإذن في الاستمناء متى يفطر الصوم باللمس، لو كان اللمس بالمباشرة يعني بضم البشرة إلى البشرة، وهنا ليس المباشرة يعني ضم البشرة إلى البشرة غير موجود بسبب أنه بحائل. نعم. ثم كالاحتلام، هذا نظير، لا يفطر الصوم بالاحتلام، رأى في المنام أنه يجامع امرأته عليلته، هكذا يعني رأى رؤيا بسبب هذه الرؤية، مثلا هو كأنه يقبل امرأة أو يفعل بها كذا وكذا ثم بعد ذلك أنزل، عندئذ لا يفطر، كذلك هذا أيضا. لماذا؟ في الاحتلام ليست مباشرة بل هناك يعني خيالات فقط. والإنزال بنظر وفكر، والإنزال بنظر وفكر، هذا أيضا لا يفطر، يعني رجل نظر، والإنزال بنظر سيأتي خبره لم يفطر. نعم. والإنزال بنظر وفكر ولو هذا والإنزال يعني اعتفنا لا قوله كالاحتلام، احتلام والإنزال بنظر وفكر. نعم. فإذا رجل نظر إلى امرأة أو يعني تفكر في صفات امرأة ثم بعد ذلك أنزل بسبب هذا النظر أو الفكر لا 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 يفطر. لماذا؟ لعدم المباشرة هنا. إذن وهناك ذكر حفنا بقيدا ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطرا، يعني النظر والفكر ليس من أسباب الإنزال عادة، رجل كان من عادته هكذا
الإنزال بالنظر والفكر ثم بعد ذلك نظر أو فكر ثم أنزل يفطروا. كذلك النظر والفكر المحركان للشهوة كالقبلة فيحرمان وإن لم يفطرا. هذا مسألة أخرى. ثم ولو لمس محرما أو شعر امرأة. فإذا والذي سبق يعني بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل هكذا ذكر لا بقبلة قبلة وضم. فإذا في هذه القبلة وفي هذا الضم وكذلك في النظر والفكر والاهتلام في هذه الأمور كلها ليس لمس ناقض للوضوء. فإذا كذلك من أفراده لو لمس محرما يعني رجل لمس أمه أو يعني خالته عمته أو لمس بنته هكذا أو شعر امرأة لمس يعني لمس بشرة هذا المحرم أو يعني شعر امرأة أيا كان محرما كان غير محرم أو زوجته أيضا فأنزل لم يفطر. لماذا؟ لعدم النقض به بهذا اللمس لا يكون نقضا. فإذا هنا ولو لمس محرما هذا مع المباشرة ثم ولا يفطر بخروج ماذي خلافا للمالكية. هل يفطر بخروج المذي؟ لو خرج المذي لا يفطر لكن عند المالكية وكذلك عند الحنابلة لا يفطر الصوم بخروج المذي. ثم ولو لمس محرما وهناك أيضا ذكر بعض قيدا كما في الشرواني حيث لم يقصد خروج المني. فإذا لو لمس محرما لنية لقصد إخراج المني فإذا كما يكون يعني بالنظر والفكر الذي من عادته هذا الإنزال كذلك لو لمس بهذا القصد يفطر. فإذا لو لمس محرا أو شعر امرأة فأنزل معناه بدون هذا القصد يعني اللمس ما كان لهذا القصد بل كان بغير هذا القصد ثم أنزل لا يفطر. نعم. واستقاءة ثم يفطر باستقاءة وهناك يعني صاحب الحاشية اعترض على المصنف هذا عبارة يعني فيها إيهام يوهم أنه عطف على قوله لم بحائل لو كان هكذا فالاستقاءة لا تكون من المفطرات بل تكون من غير المفطرات بل هذا في الحقيقة عطف على جماع وهو من المفطرات. نعم هذا من السياق يعني يفهم هذا يعني تزول التهمة الشبهة. لماذا؟ جماع استمناء ومن هذا القبيل الاستقاءة الاستمناء يعني إخراج المني الاستقاءة إخراج القيء فإذا كلاهما من نوع واحد ومن هذا تزول الشبهة والتهمة فليها. نعم استقاءة أي استدعاء قيء كما فسر الاستمناء وهو إخراج طلب خروج المني إخراج المني استقاءة يعني إخراج القيء طلب خروج القيء السين والتاء على بابه على أصل بابه. نعم للطلب وإن لم يعد منه شيء لجوفه. ثم هناك خلاف بين العلماء الاستقاءة نفسها مفطر أو يعني العود منه شيء إلى جوفه ما هو المفطر والاستقاءة نفسها أو العود من هذا القيء إلى جوفه. فإذا الراجع يعني
استقاءت نفسها مفطر. هذا الذي قال وإن لم يعد منه، منه يعني من القيء، شيء لجوفه. كيف هذا بأن تقيأ منكسا؟ هذا صورة واحدة، هكذا يمكن يعني صور كثيرة. لم يعد منه شيء متأكدا بسبب أنه تقيأ، خرج منه القيء منكسا. منكسا يعني نكس رأسه، جعل رأسه إلى الأسفل هكذا. أو عاد بغير اختياره، إما لم يعد أصلا أو عاد بغير اختياره. عندئذ هذا مفطر، نعم، فهو مفطر لعينه. هكذا غايتان، وإن لم يعد أو عاد بغير اختياره، هذان غايتان لكون الاستقاءة مفطرا. نعم. بعد هاتين الغايتين صرح بمقتضاهما وقال فهو مفطر لعينه، لعينه يعني بسبب نفسه، لا يعتبر معه شيء آخر. أما إذا غلبه ولم يعد منه أو من ريقه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك. ثم إذن هذا محترز قوله استقاءت، استقاءت يعني استدعاء قيء. فإذن رجل صائم قاء، صائم قاء لكن بدون استدعاء للقيء، بل غلب عليه القيء وهو لا يفطر. هذا الذي قال أما إذا غلبه ليس بطلب منه بل جاء بطبيعته ولم يعد منه، ثم عند غلبة القيء أيضاً يفطر الصوم متى لو عاد منه شيء باختياره، لكن هنا لم يعد منه أو من ضيقه، إما لم يعد من قيء وكذلك لم يعد من ريقه، ريق الصائم، هذا ريق قد تنجس به بهذا القيء شيء، لم يعد منهما شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر، بعد وصول القيء لحد الظاهر لم يعد فلا يفطر به. فإذا لو عاد شيء منه أو من ريقه المتنجس به إلى جوفه بعد وصوله إلى أين؟ لحد الله يفطره. هذا هو المفهوم من هذين القيدين وهو كذلك، نعم. فإذا ما هو حد الله؟ حد الله وهو يعني مخرج الحاء كما سيأتي. وكذلك هنا قيد آخر أيضا، يعني أو عاد بدون اختياره فلا يفطر أيضا. أولا قال لم يعد، أو عاد بدون اختياره لم يفطر. فإذن هذا العود ينبغي أن يكون باختياره فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك، فرض في الخبر في خبر صحيح بذلك يعني بأن هذا لا يفطر. من ذرعه قيء فلا قضاء، ومن استقاء فليقضي. هذا هو الحديث، من ذرعه يعني غلبه القيء فلا قضاء، ومن استقاء فليقضي. نعم، أو كما قال. ثم لا بقلع نخامة، إذن هذا قلع النخامة كذلك الاستقاءة متحدان في المعنى، كذلك الاستمناء، وإذن الاستمناء يعني إخراج المنية، الاستقاءة إخراج القي، كذلك قلع نخامة إخراج النخامة، لكن لا يفطر به. لماذا؟ لأجل الضرورة. لا بقلع نخامة من الباطن أو الدماغ، يعني نخامة مصدرها الرأس والصدر هكذا، هذا بلغم يعني
يولد إما في الدماغ أو في الباطن، المراد به يعني الصدر. نعم. فإذا أخرج النخامة من أحد هذين المكانين. إلى أين هو قلع؟ قلعني هو أخرج إلى الظاهر، فلا يفطر به. متى؟ إلا فلها. ممكن هذا رجل أخرج النخامة، قلع النخامة، ثم لو بلع النخامة يفطر الصوم، وهذا ليس بالإخراج بل بالبلع. لذلك قال لو لفلها، إلا فلها لا يفطر، لتكرر الحاجة إليه. لماذا لا يفطر هذا الناس أو الرجل أو الصائم؟ مضطرون، لهم حاجة متكررة إلى هذا القلع، يعني الحاجة ليست بنادرة. لو كانت نادرة ممكن أن لا يعذر، لكن هنا ليست الحاجة نادرة بل الحاجة تتكرر، لأجل ذلك لا يفطر صومه فرخص فيه. نوع أما إذا ابتلعها مع القدرة على لفظها، ثم بعد ذلك ممكن هو قلع النخامة ووصلت إلى حد الظاهر، ثم يعني لم يستطع أن يلفظها بل بدون قدرة بلعها، فإذا أيضا لا يفطر. لذلك هو قال أما لو ابتلعها مع أي شيء، مع القدرة، مع القدرة حال الجريان على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر. ما هو حد الظاهر؟ وهو مخرج الحاء المهملة، هذا هو الظاهر. فإذن ما وراءه هو عن الباطن، فيفطر قطعا، وهذا الرجل لا يعذر. لماذا؟ كان يستطيع يقدر على اللفظ لكن لم يلفظ، فإذن كأنه مقصر. نعم. ماذا؟ عليكم السلام. ما شاء الله. لا بس. يعني بلع. هذا الذي ينزل من الدماغ ينزل بعد وصوله إلى حد الظاهر. لا، يعني لو كان له قدرة على لفظها ثم نزلت إلى الباطن فإذا يفطر. لو لم يكن قدرة، يعني هذا وقت الجريان من الدماغ نزلت هذه النخامة ووصلت إلى الحلق ثم جرت إلى مجرى الطعام. نعم، مجرى الطعام هذا هو الحلقوم. فإذن لو لم يكن له قدرة، يعني ما استطاع أن يلفظها عند جريان، لا يفطر، وإلا يفطر. على كل حال هذا الذي ينزل من الرأس ينزل إلى المعدة أو إلى مجرى الطعام، ينزل بعد وصولها إلى حد الظاهر، بدون ذلك لا يمكن. هكذا يعني يصل أولا إلى حد الظاهر. نعم. إذا ينظر هناك هل كان قادرا أو لم يكن قادرا على لفظها. لو كان قادرا يفطر، وإلا لا يفطر. نعم. ثم يتجاوز حد الظاهر. نعم. نعم نعم، يتجاوز بحد الظاهر. نعم. أما ما يقلع من باطنه ممكن يأتي إلى حد الظاهر أو لا يأتي إلى حد الظاهر، هذا صعود ليس نزول. نعم.
ثم مسألة أخرى، ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقا. فإذا لو دخلت ذبابة جوفه، هذا ذبابة دخلت جوف الرجل يعني مثلا ذهبت إلى فمه، فمه أنا إلى ما وراء الحلق، أو ذهبت إلى أنفه يعني إلى ما وراء أقصى الخيشوم، أو يعني هكذا دخلت نملة في الأذن هكذا، فإذا هذا لا يكون باختياره، باختيار صاحبه، بل يكون بدون اختيار الصائم عادة. لأجل ذلك بالدخول لا يفطر الصوم، بدخول ذبابة لا يفطر. لماذا؟ فهذا الرجل عادة لا يكون عامدا ولا مختارا، فإذا لو كان مختارا يفطر، مثلا رجل أخذ ذبابة وأدخلت في فمها أو أدخلت في أنفها هكذا أوصلت إلى الجوف، فإذا لو هكذا أوصلها إلى الجوف هو بفعله يفطر وإلا لا يفطر، لكن هناك يفطر بإخراجها. لماذا؟ هذا ليست هناك حاجة، مثل يعني قلع النخامة، وهذا لا تتكرر الحاجة، يعني في قلع النخامة لماذا كان معذورا؟ لأجل تكرر الحاجة، وهذا لا يتكرر الحاجة. فإذا هذا إفطار الصوم يكون إما بإخراج ما في الباطن إلى الخارج بدون ضرورة، هذا البول والغائط وكذلك هذه النخامة كلها في إخراجها حاجة وضرورة، لذلك لا يفطر. وهذا الإخراج وكذلك الإدخال أيضا بدون حاجة، هذا هو يعني تصوير المفطرات. فإذا هنا في إخراج هذه الذبابة لا، نعم، ليست هناك حاجة متكررة، هذا يقع نادرا لذلك لا يعذر، لكن يجوز له أفطر بإخراجها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لو كان إخراجه جائزا أو غير جائز، يعني فيما بعد يذكر المصنف صورة جواز الإخراج بقوله وجاز له، يعني يجوز إخراج، هذا الإخراج جائز للصائم إن لره، هذا إن لره، لر صائم أي شيء يضر، بقاؤها، بقاء هذه الذبابة، يعني هكذا دخلت ذبابة. فإذا هكذا لو دخلت ذبابة ثم أخرجها يفطر، ومع ذلك هذا الإخراج جائز، متى؟ إن لره بقاؤها، لكن جائز، ومع ذلك يفطر الصوم. لو كان يفطر يجب القلاء، هذا الذي قال مع القلاء كما أفتى به شيخنا رحمه الله. فإذا لو كان هذا إخراج جائز، ومع ذلك يجب عليه الإمساك بقية النهار، يخرج هذه الذبابة وبذلك يعني أفطر صومه، ومع ذلك يجب عليه إمساك بقية النهار ثم قضاء يوم واحد، هذا هو مثلا. ثم إن لره، ماذا هو المعتبر في هذا اللرر؟ ذكر في التحفة لررا يبيح التيمم، يعني المشقة التي لا تحتمل عادة. فإذا هكذا لو دخلت نملة في الأذن يجوز له يعني إخراجها لو كان هكذا ضرر، ومع ذلك يفطر الصوم يجب عليه قضاء أو يمسك بقية النهار. ثم ويفطر بدخول عين، هذا اعتفنا إلى قوله بجماع. فإذا يفطر عامد عالم مختار بأي شيء؟ بدخول عين جوفه جوفا. فإذا لو دخل عين جوفه بدون اختياره أو بدون علمه أو بدون يعني عمده، بل دخل ناسيا يعني أكل ناسيا
أواني داخل مكرها، يعني أكل مكرها أو جامع مكرها هكذا، دخل أدخل عينا في جوفه بالكراهي لا يفطر. نعم يفطر بدخول عين. وإن قلت هذا يكفي هنا مسمى العين، سواء كان قليلا جدا. ثم ذكر مثالا له كحبة سمسم، لا يجب أن يكون هذا العين شيئا كبيرا كبير الحجم، بل لو كان قليل الحجم أيضا صغير الحجم أيضا يفطرنا، مثل حبة سمسم. ثم إلى أين؟ إلى ما يسمى جوفا، إلى ما يسمى جوفا، أي جوف من مر. جوف من مر، من مر من هو العالم والعمد المختار. فإذن هذا التنوين كأنه عوض عن المضاف إليه، ممكن أشار الشارح إليه جوفا أي جوف من مر. ثم ما يسمى جوفا، هذا ما يسمى جوفا التسمية لغة أو شرعا؟ الظاهر أن هذا التسمية معتبرة في الشرع، ما يسمى شرعا جوفا، ليس ما يسمى جوفا لغة. في اللغة ما معنى الجوف؟ يعني المنتفخ، ما لا يشغل باطنه، بل يمكن أن يشغله شيء آخر، هذا هو الجوف يعني المنتفخ. ليس كل منتفخ ناقل في الشرع، وكذلك بعض غير منتفخ ناقل أيضا، هكذا مسألتان. لأجل ذلك الظاهر أن ما يسمى شرعا جوفا. نعم كباطن أذن، باطن الأذن يعني هذا جوف لغة وشرعا وهو جوف. نعم باطن الأذن، باطن كيف يعتبر؟ يعني إلى ما إلى نعم إلى وراء المرئي، مرئي إلى وراء إلى ورائه. نعم المرئي من الجانب، لو نظر واحد إلى باطن الأذن إلى أين يرى؟ ما وراءه هو الباطن. نعم كذلك يحليل، يعني باطن يحليل، باطن يحليل، يحليل ما هو؟ هو يبين، وهو مخرج بول ولبن. فإذا في مسمى الإحليل أمران، أو يسمى الإحليل شيئين، شيئان يسميان بالإحليل، مخرج البول وكذلك مخرج اللبن. نعم فإذا باطن الإحليل، فإذا ليس تمام الإحليل يفطر، بل باطن الإحليل يعني وراء ما يظهر عند التحريك، يعني رجل يحرك هذا رأس الذكر، أو يعني امرأة تحرك حلمة ثديها، فإذا عند التحريك شيء من طرفه ورأسه يظهر، فهذا ليس باطنا بل هو ظاهر، ظاهر الإحليل، ما وراءه باطن الإحليل. نعم وهنا في مخرج البول الجوف يعني محقق، لكن في مخرج اللبن أو أين الجوف؟ وفي داخل الثدي ليس هناك يعني جوف، بل هذا اللبن، ليس هناك مجمع للبن مثل كيس أو غيره أو وعاء، بل هذا اللبن يعني ينشأ كما
ينشأ العرق من ال يعني من عصبات اللبن، ليس هناك جوف. وهذا الذي قلت يعني ما يسمى جوفا، لأن بعض الأمكنة لا يسمى جوفا في اللغة ومع ذلك يفطر. فإذا يكون في طرف هذا حلمة الثدي كأنه ثقبة إلى الخارج فقط، ليس هناك عرق أو يعني ليس هناك وعاء مثل وعاء البول. هذا البول يجتمع في وعاء يعني عضو مثل كيس، وهكذا لا يجتمع اللبن هناك، بل يكون في طرف الثدي يعني في حلمته يكون كأنه ثقبة إلى الخارج، من هذه الثقبة يخرج إلى الخارج، أما ما وراءه ليس هناك شيء من الجوف. ثم وإن لم تجاوز الحشفة أو الحلمة، يعني لم تجاوز أي شيء العين، ينبغي لا حاجة في الإفطار إلى أن تجاوز العين الحشفة يعني حشفة الذكر أو حلمة الثدي، بل كما قلت يعني لو وصل إلى ما وراء ما يظهر عند التحريك يفطر. نعم. ثم ووصول إصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطر. نعم، هذا مسألة أخرى، وصول إصبع المستنجية، المرأة التي تستنجي من البول، فإذا وصلت إصبعها إلى أين؟ إلى ما إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها، فهذا الوراء باطن، نعم، مفطر، لأنه وصل عين جوفه لأجل ذلك. وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة، والذي سبق يعني في المرأة المستنجية، وهذا يكون في الرجل أيضا، ووصول بعض الأنملة يعني بعض الإصبع إلى أين وصل؟ إلى المسربة، مسربة يعني مجرى الغاية، مخرج الغاية، فإذا دخل أو أدخل هذا بعض الأنملة إلى المسربة، إلى داخل المسربة، فإذا يفطر. كذا أطلقه القاضي، يعني وصول بعض الأنملة إلى المسربة، هكذا قال القاضي، لكن قيده السبكي رحمه الله بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها. يعني في قول القاضي رحمه الله ليس يعني تفصيل بين باطن المسربة وظاهرها، بل أطلق المسربة، وهذا يقتضي أن وصول أنملة إلى أي جزء من المسربة سواء كان ظاهرها أو باطنها يفطر، لكن لا يفطر كما ذكرنا القيد، قيد الباطن أين في الحليل والأذن، كذلك ذاك هنا أيضا معتبر، كذلك في الفرج. نعم، لذلك قال قيده السبكي، يعني تقي الدين السبكي رحمه الله، ممكن في شرح المنهاج، بما إذا وصل شيء منها يعني من الأنملة إلى المحل المجوف منها بخلاف أولها المنطبق، فإذا أول المسربة يعني ينطبق بعضها على بعض كأنه باب فم، وبعد ذلك يعني هذا مكان الاندباق كأن اندباق الشفتين على الفم، ولو وصل إلى هذا المكان لا يفطر، بل وصل إلى ما وراءه يفطر، فإنه لا يسمى جوفا. وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه، بل أولى به يعني بهذا الأول المنطبق، أول الإحليل أيضا الذي يظهر عند تحريكه. نعم، فإذا هذا كل ظاهر الإحليل، وكذلك والأول ظاهر المسربة،
ثم هذا لا يفتر بل الباطن يفتر بل أولى. قال ولده وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن يقعه فيه خير منه في النهار لئلا يصل شيء إلى جوف مشروبته، لا أنه يؤمر بتأخيره إلى الليل لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه. نعم. لماذا قال بل أولى؟ يعني في الإحليل لا يندبق، هذا أول الإحليل هو الذي يندبق من الذكر وكذلك من الثدي، أما في المشروبة يكون هناك أول المشروبة يندبق بعضها على بعض وفوق ذلك يندبق عليه على هذا المندبق العليتان أيضا، هناك يوجد اندباق العليتين، فهكذا لا يوجدان في طرف الذكر وفي طرف حلمة الثدي، لأجل ذلك يعني في الإحليل، لذلك قال وهو أولى. نعم. أولى بأن لا يفطر. ثم مسألة أخرى يعني من ذكره قال ولده يعني تاج الدين السبكي، ولده ولد السبكي هو تاج الدين السبكي رحمه الله، ذكر قول القاضي، ماذا قوله؟ الاحتياط أن لا يتغوط بالليل، هذا قول القاضي رحمه الله. ماذا مراده؟ يبين ابن السبكي ولد السبكي مراد القاضي بهذا القول. قال ولده أن مراده أن إيقاعه يعني إيقاع التغوط فيه في الليل خير منه، خير من هذا الإيقاع في النهار. لماذا؟ لئلا يصل شيء إلى جوف مشروبته، لا أنه يؤمر بتأخيره إلى الليل، يعني هذا رجل يحتاج إلى التغوط في النهار هل يمسكه ثم يؤخر إلى الليل؟ هكذا لا يؤمر، ليس هذا معناه. لماذا؟ هذا يضر، إمساك البول والغائط يضر صحة الجسد. نعم. فإذا هذا فيه ضرر، لأجل ذلك لا يؤمر بمضرة في بدنه. فإذا يعني وهو يتحرى بالتغوط ليلا، هذا معناه، كما سبق يعني بيان في التصدق في الأوقات الفاضلة، هناك أيضا ذكرنا هذا التأخير ليس مراد بل أن يتحرى يتصدق في هذه الأوقات كذلك. ثم ولو خرجت مقعدت مبصور، ثم هذا مسألة أخرى، رجل له مرض البعصور، فإذا خرجت مقعدته، ثم خرجت مقعدته، هذا مرض البعصور إما يكون بخروج نفس المقعدة أو يكون هناك جروح، وهذا الجروح خرجت طرف منه، هكذا مقعدة مبصور لم يفطر بعودها ثم بعد ذلك عادها لا يفطر. فإذا ممكن يكون على هذا الخارج دم أو يعني قيح، فإذا هذا شيء خرج ثم دخل، هذا الدم هل يفطر به؟ لا يفطر به أيضا، لأجل ذلك لا يجب عليه غسل هذا الخارج. نعم. قبل العودي بعودها لا يفطر، وكذلك إن أعادها بإصبعه، ممكن هكذا بعد الخروج يحتاج الرجل إلى إعادته وإرجاعه بإصبعه، يعني هو يضغط بإصبعه عليه، إذن هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لإضطراره إليه، ومضطر إليه معناه إلى الإعادة والرد بإصبعه في بعض الأحيان يعني. ومنه ثم من هذا الإضطرار ومنه يؤخذ، من أي شيء؟ من هذا الإضطرار يؤخذ كما قال شيخنا رحمه الله أنه لو اضطر لدخول الإصبع معها إلى الباطن لم يفطر. ممكن هو يحتاج إلى رده بإصبعه،
لكن ومع ذلك هو يحتاج أن يدخل إصبعه أيضا إلى باطن المصروبة. هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ في بعض الأحيان هذا المريض يحتاج إلى هذا الفعل. وإلا أفطر بوصول الإصبع إليه، وإلا معناه وإن لم يلطر، يلطر. لو اضطر لدخول الإصبع لا يفطر، هكذا قال. وإلا يعني لو لم يلطر بل بدون اضطرار هو أدخل إصبعه عندئذ يفطر. ثم بعد ذلك مصنف يبين يعني محترز قوله العين، وصول عين جوفا، هكذا ذكر يفطر بدخول عين جوفا. فإذا ما هو المحترز بقوله بالعين؟ وخرج بالعين الأثر، أثر يعني أوصاف العين، هذا طعم أو ريح وهكذا، لا يفطر به، كوصول الطعم بالذوق إلى حلقه. فإذن هو الطعام يعني طعاما، ذاق طعاما، ثم وصل هذا الطعم إلى حلقه، فإذن لا يفطر الصوم، هذا مجرد الذوق وصل، فإذن لا مجرد يعني الطعم وصل، فإذن لو وصل شيء من هذا الطعام المذوق يفطر، بدون وصول شيء من هذا الطعام من هذا المذوق لو وصل طعمه فقط. نظيره وصول الريح بالشم، يعني رجل شم شيئا طيبا أو غيره أو زهرة هكذا، فإذا وصل هذا الريح الرائحة الطيبة أو يعني الكريهة، هو شم شيئا كريه الرائحة، إلى أين؟ إلى ما وراء الخيشوم، هل يفطر؟ لا يفطر. كذلك هنا أيضا لا يفطر. وخرج بممرة، يعني جوفا هناك قال أي جوف ممرة، وبهذا القيد خرج. أي من هو من المراد بممرة؟ أي العامد العالم المختار، هذا تفسير ممرة. من خرج؟ خرج الناسي للصوم والجاهل المعذور، وهؤلاء خرجوا. أولا الناسي، ماذا نسي؟ نسي صومه، نسي أنه كان صائما، هذا الذي نسي. الجاهل، أي جاهل خرج؟ خرج الناسي وخرج الجاهل. الجاهل المعذور بأي شيء؟ جاهل بتحريم إيصال شيء إلى الباطن وبكونه مفطرا، فإذن وهو جاهل بهذين الأمرين، بتحريم إيصال شيء إلى الباطن، وكذلك وبكونه وبكون هذا الإيصال مفطرا، لا يعلم أن هذا الإيصال مفطر وأن هذا الإيصال يحرم، وهذان مجهولان. ثم سبقا بينا من الجاهل المعذور، إما بأنه قريب الإسلام أو بنشئه بعيدا عن من يعلم ذلك، هذا التصوير العذري الذي سبق تصوير العذري، وهنا بيان أو تصوير الجهل بأي شيء جهلا، بتحريمه إيصال شيء إلى الباطن أو بكونه مفطرا. فإذا ينبغي أن يكون مجموع هذين الأمرين. فإذا لو كان أحد الأمرين فقط، مثلا هو يعلم أن هذا الفعل حرام مع ذلك لا يعلم أنه مفطر، أو هو يعلم هذا مفطر ولا يعلم أن هذا حرام، ثم فإذا لا يكون هذا الجاهل بل يفطر. لو كان كلاهما يكون جاهل غير مفطر. ثم والمكره أيضا خرج، يعني بهذه الشروط الثلاثة، عامد عالم مختار، خرج ثلاثة، الناسي الجاهل والمكره، فلا يفطر كل منهم بدخول عين جوفه،
جوف الناس أو جوف الجاهل أو جوف المكره. وإن كثر أكله يعني هذا دخول عين جوفه إما يكون بأكل أو شرب، فإذا هذا الأكل أكل يعني المأكول كان كثيرا، أو كثر أكله يعني مرارا أكله. ثم ولو لن أن أكله ناسيا مفطر، ثم هو يبين مسألة أخرى. رجل لن أن أكله ناسيا مفطر، يعني أولا هو أكل ناسيا، نسي الصوم ثم أكله شرب، ثم بعد ذلك هو تذكر الصوم، عندئذ ماذا؟ هو لن أن الأكل السابق فطر صومه. أكل لن أن الأكل النسي ناسيا مفطر فأكل، بناء على هذا اللن أكل معناه أكل أكلا ثانيا مرة ثانية. فإذا هناك أكلان، أولا أكل ناسيا للصوم، ثم عندما تذكر الصوم لن أن صومه أفطر. لماذا؟ بسبب هذا الأكل الناسي. ثم بعد ذلك أكل بناء على هذا اللن جاهلا بوجوب الإمساك، وهذا لو لن أنه مفطر بعد ذلك لو كان يعلم وجوب الإمساك ثم أكل، وهذا يتصور تعمده بالأكل يفطر. لكن لماذا قال هذا؟ جاهلا بوجوب الإمساك لئلا يتصور تعمده، ومع ذلك أفطر، يعني أفطر. نعم، لأن هذا أكل عمدا، ثم أكل عمدا يعني ذاكرا للصوم أكل، هذا هو المعتبر عند الأكل. لو كان ذاكرا للصوم يفطر. نعم، ثم مسألة أخرى، ولو تعمد فتح فمه أين في الماء، يعني هو نزل في الماء وانغمس، ثم فتح فمه في الماء يعني داخل الماء، فدخل جوفه، دخل أي شيء، الماء دخل جوفه يعني سبق إلى الجوف، أو ولعه فيه، أو هو ولع الماء في فمه يعني لم ينغمس في الماء بل هو أخذ شيئا من الماء وولعه في فمه فسبقه. هنا سبق الماء في الصورتين، ثم أفطر. نعم، أو ولع فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا، أو يعني ولع فيه يعني في فمه ولع شيئا أي ما ماء غيره، ثم بعد ذلك هذا عند الولع كان عامدا، ثم ابتلعه ناسيا عند الابتلاع كان ناسيا للصوم فلا يفطر. فإذا عند السبق يفطر وعند النسيان لا يفطر، مع أن السبب يعني ارتكبه. هنا ذكر ثلاث صور، في هذه الثلاثة هو ارتكب سبب السبق، وكذلك في صورة النسيان أيضا هو ولع في فمه الماء، مع ذلك في السبق هو ذاكر للصوم، لأجل ذلك يعتبر منه تقصيرا، أما في النسيان لا يعتبر. نعم، ثم هناك قيد ذكر بعض أصحاب الحواشي قيدا، أو ولعه فيه فسبقه أفطر. لماذا ولع في فيه؟ هل لغرل أو بدون غرل؟ هذا لو كان بدون غرل أيضا لا يفطر، لا لو كان بدون غرل أفطر، لو كان بغرل لا يفطر. مثلا الغرل مثلا هو يعني لأجل الململة ولع الماء بدون مبالغة في الفم ثم سبق لا يفطر، أو هو تغير فمه فإذا، أو تنجس فمه فإذا هو وضع الماء في فمه لغرض ثم سبق لا يفطر. نعم، فإذا هذا إفطار بالسبق عند وضع الماء بدون غرض كما ذكر الشرواني.
فكذلك فيما يتعني أو ولع فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا وهذا ولعه عمدا لغرض أيضا. فإذن في الأول يعني لا لغرض وهنا لغرض ولع وابتلعه ناسيا فلا يفتروا. فإذن لو ولع بدون غرض ثم يبتلعه ناسيا يفتر. هكذا يفيد يعني عبارة النهاية. نعم. ثم بعده مسألة أخرى: ولا يفتر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف. هذا يعني بيان يعني مقدار الجوف من الأنف إلى باطن قصبة أنف حتى يتجاوز منتهى الخيشوم. نعم. فإذن في الفم أولا هذا يعني قطعة لحم هو يعني موضع لين هذا طرف الأنف. فإذن باطنه ثم بعد ذلك قصبة الأنف يعني علم الأنف وبعد ذلك يكون منتهى الخيشوم. فإذن الوصول إلى أي مكان يفطر هذا ما لان من طرف الأنف لا يفطر. فكذلك ما هو باطن قصبة الأنف أيضا لا يفطر بل لو تجاوز منتهى الخيشوم يفطر. نعم. وهو أقصى الأنف منتهى الخيشوم يعني أقصى الأنف. فإذا ممكن رجل أن يعني أدخل إصبعه للتنظيف باطن الأنف لا يفطر. لماذا؟ هذا يكون يعني إدخال الإصبع داخل ما لان من طرف الأنف لا يكون إلى تمام باطن قصبة الأنف فضلا عن منتهى الخيشوم لا يتجاوز. نعم. أما لو يعني أدخل خيطا وغيره هكذا إلى داخل الأنف ممكن نتجاوز الخيشوم. نعم. يفطر. ثم لا يفطر بريق طاهر صرف من معدنه. نعم. فهذا استثناء من العين الذي يصل الجوف. هذا هو عين يصل الجوف مع ذلك لا يفطر. ما هو الريق؟ ريق الطاهر لو كان متنجسا يفطر كما سبق لأنه يعتبر أجنبيا. ولا بريق طاهر صرف أي خالص بدون تغير. طاهر يعني ضده متنجس أما صرف ضده يعني هذا متغير تغير لونه أو يعني بشيء آخر غير نجس أي خالص أي ابتلعه من معدنه وهذا لا يفطر. أي ابتلعه من أي مكان ابتلع من معدنه ابتلع. فإذا لو ابتلع من غير معدنه يفطر. سيأتي البيان. ما هو معدن هذا الريق؟ معدنه الضمير يرجع إلى الريق. معدن الريق هنا جميع الفم. هذا جميع الفم معدن الريق هنا في هذا الباب في مفطرات الصوم. وإلا حقيقة معدن الريق يكون منبعه تحت اللسان يكون هناك بعض العصبات تحت اللسان من هناك ينبع هذا الريق ليس جميع الفم يعني لا ينبع من الحنك الأعلى أو لا ينبع من جرم اللسان وهكذا لا ينبع من هذه الأماكن بل ينبع من بعض العصبات تحت اللسان. نعم. فإذن هذا بيان المراد في هذا الباب. ثم ولو بعد جمعه على الأصح ممكن هذا الرجل الصائم ابتلع الريق بعد جمعه جمع أولا في فمه ثم ابتلع وهذا ليس له حاجة هكذا على كل حال لا يفطر على الأصح. وإن كان بنحو مستقي
مستقي هو اسم شجرة تستخرج منه مادة يعني فيه لزوق يعني ملزقة. نعم هذا يملغ عادة في الفم يملغ هكذا ثم بعد ذلك لا يؤكل بل بعد أن ملغي كثيرا يلفظ وهذا هو هذه المادة يقال مستقي. لماذا؟ هذا يقال هذا لتطهير الفم أو يعني هكذا فوائد. فإذا لو كان هذا جمع الريق بواسطة هذا الشيء إذن لا يفطر. أما لبيب العريق أن يجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا. فإذا هناك موضعان موضع خلاف أفاد إلى رده بالغاية ولو بعد جمعه على الأصح كذلك وإن كان بنحو مستقي. وهذان موضع خلاف. فإذا الذي بطل عريقا اجتمع بلا فعل ولم يجمع بل هو اجتمع في فمه بلا فعل منه فلا يضر قطعا يعني فلا يفطر قطعا بدون خلاف. وخرج بالطاهر بريق طاهر صرف هكذا قال. فإذا خرج بالطاهر المتنجس يعني لو ابتلع صائم ريقا متنجسا بأي شيء بنحو دم لثته إما بهذا الدم أو بنجس آخر فيفطر ببتلعه. وإن صفى ولم يبق فيه أثر مطلقا ممكن هكذا تنجس أولا ثم بعد ذلك لفظ الريق مرارا حتى صار ما بقي أو ما ينبع بعده من الريق في فمه صافيا خالصا ليس فيه شيء من أثر الدم بعد ذلك يبتلع هل يفطروا؟ نعم يفطروا. ولم يبق فيه هذا معنى الصفاء صابين صفاء ولم يبق فيه أثر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا قليلا ولا كثيرا. لهذا المطلق شرح الشارحون باحتمالات أخرى مختلفة. إذن بعضهم قال معنى هذا المطلق يعني لا كثير ولا قليل أثر لا قليل ولا كثير لا يبقى. وكذلك سواء كان بفعله أم لا ثم هذا التنجس سواء كان بفعله أم لا هكذا. ثم بعض آخر قال يبتلع عمدا أو سهوا يبتلع مطلقا معناه سهوا أو عمدا في كل هذه الحالات يفطر. أو يعني عسر إزالته أو لا هكذا. في هذا يعني ما معنى قوله مطلقا؟ لم يظهر معناه لأجل ذلك هم اختلفوا. وكل هذه الاحتمالات ظاهر بالإفطار. نعم لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية. هذا الريق المتنجس ولو كان بنحو دم لثته يحرم بلعه حينما كان بلعه حراما صار بمنزلة عين أجنبية. فإذا كأنه بلع عينا أجنبية لذلك يفطرنا. قال شيخنا ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه. نعم يظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته يعني هكذا يخرج الدم من لثته هكذا. فإذا له ابتلاء لا يستطيع أن يحترز. هذا الذي قال بحيث لا يمكن الاحتراز أنه هذا بيان معنى الابتلاء إلى هذا الحد وصل خروج دم اللثة كذا كذا أحيانا. فإذا ماذا يظهر العفو يعني ثم هو يبلع هذا الريق الذي تنجس بهذا الدم. فإذا لا يفطر الصوم. نعم
وقال بعضهم وهذا العفو قياسا على مقعدة المبصور السابق ويرده وكذلك هو ممكن يحتاج إلى إدخال الإصبع أيضا ثم يرفع عنه لا يفطر كذلك هنا. وقال بعضهم ما تبتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح. نعم يظهر العفو هكذا قال ابن حجر رحمه الله في التحفة تأييدا له أتى بنقل آخر قال بعضهم ما تبتلعه المبتلى به يبتلع هذا الريق المتنجس مع علمه به مع علمه به يعني بالتنجس هو يعلم أن ريقه متنجس وليس له عنه بد وليس له عنه يعني عن البلع بد يعني غنى بل لا بد أن يبلع فصومه صحيح يعني عفو. وبالصرف وبالصرف نعم ريح طاهر صرف هكذا قال يعني خالص فإذا لو لم يكن خالصا هذا الذي يقول وبصرف يعني وبقوله صرف خرج ماذا خرج المختلط بطاهر آخر هذا ريح اختلط بطاهر آخر فإذا لو كان باختلاطه بنجس آخر هو داخل خارج يعني بقوله طاهر وهنا هذا الاختلاط بطاهر آخر فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة تنبل هو الذي يملغ تنبلا هكذا هذا تنبل يعني ورقة نوع من الورقة لو ملغى يخرج منه هذا لون الحمرة الناس يعني هذا يستعمل مع التنباكي نعم عادة نعم نحن ذكرنا هنا وإن كان بنحو مستكي أو مستكى هذا شيء مستكي. أيضا مراد المصنف اجتمع الريق بفعله لذلك ذكر بعده لو لم يكن بفعله يعني في مسألة مستكي يجب أن يكون في فمه شيء وهو يمضغه نعم يعني إذا قلنا مثلا لو مضغ طرف ثوبه يعني امتزج الريق به وبلع يعني يفطر هذا نعم هناك يأتي أمران يعني لو كان بطرف الثوب ممكن يختلط بطاهر وهذا يعني بنحو المستقي لم يختلط بشيء آخر بل هذا مجرد ريقه فقط اجتمع بفعله هذا هناك الجمع مثل يعني أو التنظير كاللبان المعروف الآن نعم لكن هذا الصناعي يركب ويضاف إليه السكر وغيره إذا هذا يكون مختلطا بطاهر وهذا الذي يذكر عن شيء أصلي طبيعي لا ينفصل منه شيء لا ينفصل منه شيء إلى الريق إذا هذا مجرد جمع بنحو المستقى يعني هو يمر شيئا شيئا هكذا جزاك الله خيرا نعم أردت التوضيح عجبك ثم أو بالصرف المختلط بطاهر آخر فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة تنبل تنبل أيضا هكذا شيء يملغ ثم عادة لا يبلع بل بعض الناس يبلع نعم وإن تعسر إزالتها إزالة الحمرة ثم يعني لو هكذا ملغ التنبل كثيرا فإذا هذا الحمرة تلتصق بجوانب الفم ثم بعد ذلك هذا الإزالة تكون
في الإزالة يكون عسر. ومع ذلك قال اختل طريقه بهذه الحمرة ثم بلعه يفطر الصوم، أو بصبغ خيط فتله بفمه. نعم، هذا اعتفن على قوله بحمرة. فإذا ابتلع ريقا متغيرا بصبغ، صبغ يعني ما يصبغ به، هذا اللون خيط، خيط ماذا فعله؟ فتله بفمه، يعني غزل هذا الخيط وصلح هذا الخيط بفمه، هكذا يمد بالفم. فإذا أدخل الخيط في فمه ثم بعد ذلك يمده يغسله يصلحه. فإذا يكون في الخيط يعني شيء من اللون، أي لون كان، هذا اختلط بهذا الصبغ واللون ريقه ثم بلع الريق يفطر الصوم. نعم، ثم من معدته، يعني خرج بقوله من معدته. من معدنه، نعم معدته، لا شكرا، بريق طاهر صرف من معدنه. نعم من معدنه، ما إذا أخرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلسانه وابتلعه، أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها فيفطر. نعم، وبهذا القول يعني من معدنه. ما إذا خرج من الفم، أي شيء خرج، الريق خرج من الفم إلى أين خرج؟ ولو إلى ظاهر الشفة، ظاهر الشفة يعني هذا الموضع الذي يرى عندما يلم الشفتين بطبيعتهما، ما يرى من الظاهر هو ظاهر الشفة، إلى ذلك المكان خرج. كيف خرج؟ لا على لسانه، يعني لو خرج على لسانه باقيا الريح على لسانه خرج فلا يفطر، لو خرج على غير لسانه ثم أدخله إلى فمه ثم بلعه يفطر. فإذن هذا كيف يكون إخراجه على لسانه؟ مثلا هو جمع هذا الريق على لسانه ثم أخرج اللسان إلى الخارج بدون مساس اللسان إلى أي مكان، هكذا أخرج اللسان وعليه هذا الريق ثم صاحب لسانه وبلع هذا الريق لا يفطر. نعم، ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده، رد الريق بلسانه أو بغيره، هذا الخارج من الريق كيف رد؟ إلى داخل الفم إما بلسانه أو بغيره، ثم وابتلعه أو بل خيطا، رجل بل خيطا أو سواكا بأي شيء بريقه أو بماء فرده إلى فمه ثم رده إلى فمه، رد أي شيء، رد هذا الخيط أو رد هذا السواك مرة ثانية. أولا هذا صورة لأي شيء، إذا خرج من الفم هذا اعتفن على قوله خرج. فإذا ما إذا بل خيطا، هكذا يكون المعنى، ما إذا بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء ثم رده، فرده إلى فمه يعني رد الخيط أو السواك، فإذا وهو يعني يرد مرة ثانية، وعليه رطوبة، رطوبة من أي شيء، من هذا الماء أو من هذا الريق، أية رطوبة تنفصل، يعني إلى هذا المقدار بقيت رطوبة عليه، ثم ابتلعها، ابتلع هذه الرطوبة فيفطر، مع أنه ريق، هذه رطوبة، رطوبة ريق يفطر، بخلاف ما إذا لم يكن على الخيط ما ينفصل، لماذا؟ لقلته،
إما كان قليلا ما على الخيط من الرطوبة أو لعسره، يعني هو عسر الخيط ثم رد، يعني أولا بل بريقه ثم عسر الخيط ثم رد، أو لجفافه أو جف الخيط فإنه لا يضر لا يفتر. ثم كأثر ماء الململة، يعني هذا نظير لعدم الضرر. إذن أثر ماء الململة لا يفتر، يعني رجل ململة بعد ذلك يعني لفظ ماء الململة يبقى شيء من أثر هذا الماء لا يفتر لو بلع، يعني ريقه يتغير بهذا الأثر يختلط بهذا الأثر، لو بلع الريق لا يفتر. وإن أمكن مجه، مج هذا الأثر لماذا؟ لعسر التحرز عنه، عن هذا الأثر، فلا يكلف تنشيف الفم عنه. يعني لو كان هذا مؤثرا مفطرا ينبغي أن يكلف بتنشيف الفم عنه، عن هذا الأثر. تنشيف يعني التجفيف، وهو يأخذ خرقة جافة ثم يجفف جوانب الفم من هذا الماء، يعني أثر ماء الململة، هكذا لا يكلف، هذا مشقة كبيرة. فرع، فإذا ينبغي أن يحترز أن يبقى شيء من ماء الململة، وهذا أثر ماء الململة فقط. لو بقي في فمه شيء من ماء الململة ثم ابتلع هذا يفطره. ثم مسألة أخرى، فرع، لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطروا، إن عجز عن تمييزه ومجه، وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا، لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم، لكن يتأكد التخلل بعد التصحر. فإذا لو بقي طعام بين أسنانه، يعني شيء من الطعام من اللحم أو من آخر، فجرى به ريقه، ثم بعد ذلك وهو لم يخرج هذا الطعام من بين أسنانه بإصبعه أو بخلال أو بشيء آخر، بل هو يعني حينما ينبع الريق من منبعه من فمه ويبلع هذا الريق، يبلع هذا الريق فقط. إذن حينما بلع مرة ريقه جرى معه هذا الطعام، إذن كيف بطبعه؟ ما معنى بطبعه؟ ليس بإخراجه بل بنفسه لا بقصده لم يفطر، متى؟ إن عجز عن تمييزه ومجه، يعني عند الجريان لو كان قادرا لتمييز هذا الطعام ومجه ثم جرى فيفطر، وإلا لا يفطر، كأنه سبق بدخوله إلى الجوف. وإن ترك التخلل ليلا، وهذا غاية لعدم الضرر لعدم الإفطار، ممكن هذا رجل ترك التخلل ليلا بعد التسحر أو بعد الإفطار، هذا طعام بقي من الإفطار مع علمه ببقائه، ما كيف ترك مع علمه؟ هو يعلم أن هكذا شيء من الطعام يبقى بين أسنانه، وكذلك هو يعلم وبجريان ريقه به نهارا، وهو يعلم أن هذا الطعام يخرج من بين أسنانه نهارا وقت الصوم، ثم يجري به ريقه طبعا، وكل هذا يعلم، مع ذلك ترك التخلل فلا يضره. نعم، لماذا؟ لأنه إنما يخاطب بهما، بأي شيء؟ بالتمييز والمج، إن قدر عليهما حال الصوم فقط، حال الصوم يكلفان، يكلف بهما، نعم، أما لا يكلف بتقديم ذلك على الصوم، يعني لو كلف هذا ليلا يكون هذا تكليف بذلك مقدما على الصوم، لا يكون هذا، بل حال الصوم يكلف فقط، لكن يتأكد التخلل بعد التصحر. نعم، هذا تخلل مؤكد، السواك أيضا مؤكد. نعم، ثم
هذا ما هو حكمه بلع الطعام الذي يبقى بين الأسنان لو كان أخرج بالخلال فيكره، لو أخرجه بإصبعه أو خرج بطبعه فبلعه لا يكره كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. نعم تفسير. ثم أو ابتلعه قصدا، لا أما إذا لم يعجز. نعم هذا التمييز والمجو لا يعجز بل كان قادرا عليه. أو ابتلعه قصدا يعني مع تذكر الصوم هكذا قصدا هو ابتلع، يعني لم يخرج بطبعه، لم يجري الريق بطبعه بل هو بلعه قصدا، فإنه مفطر جزما وقول بعضهم بدون خلاف جزما. ثم وقول بعضهم يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر، رده شيخنا. نعم هذا نظير قول يعني التخلل، وإن لم يتخلل يفطر الصوم، كذلك قال بعض، وكذلك قال بعض لو لم يغسل الفم مما أكل ليلا يفطر، يعني لو ابتلع يفطر، لكن هذا أيضا مردود ليس براجع. نعم. ثم مسألة أخرى، ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة بلا انغماس. رجل يغتسل، لما يغتسل؟ يغتسل عن جنابة، لو كان يغتسل عن سنة سيأتي حكمه محترز، هذا قوله عن جنابة نحو جنابة هذا سيأتي. إذن سبق الماء جوف مغتسل إما إلى باطن أذنه أو يعني إلى باطن أنفه أو إلى الحلق هكذا، يعني سبق نحو جنابة. ما المراد بالنحو؟ كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس، فإذن هذا لا يفطر لو كان الاغتسال بلا انغماس في الماء، لو كان بالانغماس في الماء يفطر. نعم. فلو غسل أذنيه مثلا بالجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه لم يفطر، وإن أمكن إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر. فإذن عندما يغتسل الصائم كيف يغسل الأذنين باطن الأذنين وهو يأخذ في كفه شيئا من الماء ثم يميل رأسه يعني إلى جانب، أراد غسل أذن هذا الجانب، فإذا لو كان يريد غسل الأذن اليمنى ماذا يفعل؟ هو يميل الرأس إلى الجانب الأذن ثم يغسل أو يعني يغمس الأذن في هذا الماء الذي في كفه هكذا، وكذلك على العكس إلى اليمين يميل. هذا هو طريق الاحتياط كما بين العلماء في باب الغسل، لكن هذا الرجل لم يفعل هذه الإمالة بل هو صب مباشرة وهكذا سبق لا يفطر. لماذا؟ هناك ضرورة، هذا غسل جنابة لأجل ذلك. أو الغسل قبل الفجر، هذا رجل كان يمكن له أن يغتسل قبل الفجر لكن لم يغسل يغتسل بل هو يغتسل بعد الفجر ومع ذلك يعذر. كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة، في غسل الفم المتنجس لوجوبها كما إذا سبق، يعني هذا نظير لعدم الإفطار، إذا سبق الماء إلى الداخل لا يفطر. لماذا يعني أدخل الماء سبق الماء سبق الماء إلى الداخل؟ لماذا سبق؟ للمبالغة، اللام متعلقة بالسبق يعني لأجل المبالغة سبق. المبالغة في أي شيء؟ في غسل الفم المتنجس، يعني تنجس فم هذا الصائم فإذا يجب عليه غسل الفم، فإذا هو بالغ في الغسل، وهذه المبالغة مطلوبة واجبة لوجوبها يعني لوجوب المبالغة، لأجل ذلك بالغ
أداء لهذا الواجب فسبق الماء فلا يفطروا. نعم. إذن لو كانت المبالغة في الملمضة والاستنشاق فهو يفطر كما سيأتي. نعم. بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا ويغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس، مع ذلك هو يغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطنه، باطن الأذن، نعم، أو الأنف، فإنه يفطر. نعم. أذني أو الأنف أو الفم أو الدبر، يعني هكذا إلى أي مكان، أو إلى فرج المرأة، فإنه يفطر. ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس، نعم، هذا الانغماس كان في الغسل الواجب، يعني في غسل نحو جنابة، لكراهة الانغماس للصائم يكره الانغماس، يعني لا ضرورة إلى الانغماس، لأجل ذلك لا يعذر. كسبق ماء الململة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة. كسبق ماء الململة، يعني هذا نظير للإفطار، يفطر سبق ماء الململة، الململة والاستنشاق أيضا للوضوء أو للغسل هكذا، بالمبالغة سبق. إلى أين سبق؟ إلى الجوف، ثم مع تذكره للصوم، هو بالغ في الململة مع أنه متذكر للصوم، يعني ليس ناسيا، لو كان ناسيا لا يفطر، وعلمه بعدم مشروعيتها. فإذا لو لم يكن عالما بعدم مشروعيتها كأنه جاهل، فإذا لا يفطر. نعم. بخلافه، يعني بخلاف سبق ماء الململة بلا مبالغة، فإذا لا يفطر. نعم. فإذا كيف يعني التمييز بين المبالغة وعدم المبالغة؟ المبالغة كما ذكر في التحفة، يعني هذا ملء الفم، هو ململ بماء، يعني ملء الفم، هذا هو المبالغة. فإذا لو كان هناك ماء غير ملء الفم لكن هو أدار كثيرا بالفم، حتى أدار في الحلق أيضا، وهذا أيضا يعتبر مبالغة. فإذا إما يكون هكذا بكثرة الماء أو بكثرة إيصاله إلى أقصى الفم، كلاهما مبالغة. كذلك في الاستنشاق أيضا يفرق. ثم وخرج بقوله عن جنابة الغسل المسنون، يعني رجل اغتسل مغتسل ولا بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة، هكذا قال. فإذا لو كان الغسل ليس عن الجنابة بل هذا غسل مسنون، لو سبق يفطر الصوم، هكذا هو. فخرج بقوله عن جنابة الغسل المسنون وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه ولو بلا انغماس، ولو كان بلا انغماس. وهذا في الحقيقة يعني كتب هناك، من كتب في حاشية الترشيح، كتب الغسل المسنون هذا مخالف للقاعدة المقررة، هذا الحكم مخالف للقاعدة المقررة. ما هو القاعدة المقررة؟ وهو أن ما سبق لجوفه من غير مأمور به يفطر به، أو من مأمور به ولو مندوبا لم يفطر به، وهذا هو القاعدة. يعني ما يسبق لجوفه من أي شيء سبق من غير مأمور به فيفطر. فإذا في المبالغة في الململة والاستنشاق ليس أمر، لأجل ذلك وهو يفطر. أما عند غسل الفم المتنجس هناك أمر بالمبالغة، لأجل ذلك لو سبق لا يفطر. فإذا بناء على هذه القاعدة ينبغي ألا يفطر في الغسل المسنون أيضا. لماذا؟ الغسل المسنون مأمور به،
هكذا يعني في ذكر في بشرى الكريم وكذلك في غيره أيضا نقله في الترشيح ومثله في الحاشية. وأجاب عنه بعض المدرسين بأن الشارح لعله وجد قولا كذلك عنده وهو بعيد جدا تأمل. لكن عند بعض علمائنا هناك هم ذكر قيدا لهذه المسألة كما علم من مكان آخر من فتح المعين. فإذا لو خاف سبق الماء ومع ذلك يغتسل غسل سنة غسلا مسنونا ثم سبق فيفطر وإلا لا يفطر. وهذا يعني تأويل حسن. نعم. فإذا لا يخالف القاعدة أيضا. نعم. فإذا عندما يغتسل غسلا مسنونا أو غسل تبرد كان يخاف أن يسبق إلى باطنه ماء ويغتسل بلا انغماز بل بصب الماء على رأسه مع هذا الخوف ثم هكذا يغتسل وسبق إلى جوفه ماء فيفطر. ثم فروع. يجوز للصائم الإفطار بخبر عادل بالغروب. وهذا كأنه فرغ يعني من بيان المفطرات. وأخيرا لبيان هذه المفطرات يبين بعض المسائل كأنها فروع لهذا الباب. نعم فروع. ذكر فيها ستة من المسائل. يجوز للصائم الإفطار بخبر عادل بالغروب. فإذا رجل أخبر بأي شيء بأن الشمس غربت هكذا أخبر رجل عادل لصائم فإذا يجوز له الإفطار. هو كيف أخبر؟ هو أخبر عن مشاهدة، هو يخبر أنه شاهد غروب الشمس هكذا. هذا نظير رؤية الهلال. هذه المسألة نظير رؤية الهلال. مثلا لو أخبر واحد برؤية هلال شوال فالصائم يفطر كذلك هنا أيضا. نعم بالغروب. وكذا بسماع أذانه لم يخبره بل هذا صائم سمع أذانه يعني أذان العدل. ينبغي أن يكون الرجل عدلا المؤذن عدل وكذلك عارف أيضا عارف بالأوقات. نعم. فإذا لو سمع أذانه فإذا لو لم يكن هذا عدلا بل هذا رجل فاسق لا يجوز أو لو لم يكن عارفا بأوقات الصلاة فلا يجوز. نعم. ويحرم للشاك الأكل آخر النهار. فإذا لو كان يشك هل غربت الشمس أو لم تغرب الشمس هذا هو الشك. فإذا يحرم عليه الأكل حتى يجتهد ويظن انقضاءه. إلى متى يحرم؟ يحرم حتى يجتهد ويظن انقضاءه بسبب الاجتهاد ظن انقضاءه انقضاء النهار إلى ذلك الوقت يحرم الأكل. كيف يجتهد؟ ببرد أو نحوه. نعم. أما مجرد ظن فلا يكفي ولو. ثم ومع ذلك الأحوط والصبر إلى لليقين. هكذا ممكن يجتهد ولن انقضاء النهار وبعد ذلك أيضا هو يصبر لحظة يعني دقائق. لماذا؟ لأن يتيقن انقضاء النهار. فإذا أولا كان عنده شك هل انقضى النهار أو لم ينقض بعد ذلك اجتهد فإذا حصل له ظن بانقضاء النهار. فإذا أولا كان وقت الشك يحرم الأكل
فاقتل النبي بالاجتهاد يجوز الاكل والافطار، لكن الافضل ماذا؟ حتى يصبر حتى يتيقن، الى ذلك الوقت يصبر ثم. فاذا هناك مساله سياتي من سنن الصوم، ان يبادر بالافطار، هذا مما سننات الصوم. هناك يذكر المصنف المبادرة بعد يقين انقلاء النهار أو بعد يقين غروب الشمس المبادرة، وهذا قبل اليقين لا يبادر، لذلك قال ماذا؟ اللحوط الصبر لليقين. نعم. ويجوز الأكل إذا لن بقاء الليل، وهذا في آخر النهار كذلك في أول النهار أيضا، يجوز الأكل إذا لن بقاء الليل، يعني هذا وقت السحور ويريد أن يتسحر، لكن هو يشك هل جاء النهار يعني طلع الفجر أو لا. فإذا لو كان يظن بقاء الليل كيف يظن باجتهاد؟ فإذا أولا شك ثم اجتهد وظن أن الليل يبقى منه شيء، يجوز له الأكل باجتهاد أو إخبار، يعني إخبار عدل كما سبق. وكذا لو شك، وهنا عند الشك أيضا يجوز الأكل بخلاف الشك في الغروب، لو شك في الغروب لا يجوز الأكل، أما لو شك في طلوع الفجر يجوز الأكل. لماذا؟ وهنا بقاء الليل هو الأصل، هنا بقاء الليل هو الأصل، لأجل ذلك يجوز. هناك بقاء النهار هو الأصل، لأجل ذلك لا يجوز، لكن يكره. نعم، عند الشك يكره، ولو أخبره عدل بطلوع الفجر، ولو أخبره عدل بطلوع الفجر اعتمده، يعني واجبا اعتماد واجبنا، بعد ذلك لا يجوز لك. وكذا فاسق لن صدقه، يعني أخبره فاسق بطلوع الفجر يقبل واجب اعتمده وجوبا. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا، يعني هناك عند الظن يجوز يجوز، هكذا ذكرنا. فإذن هكذا أولا أو آخرا باجتهاد أكل، فبان أنه أكل نهارا، بعد ذلك ظهر خطو اجتهاده وبناء عليه ظهر له أنه أكل نهارا، عندئذ بطل صومه، هذا صومه باطل. إذ لا عبرة بالظن البين خطوه، هنا كان عنده ظن لكن بعد ذلك تبين خطوه، لأجل ذلك لا يعتبر به، يجب عليه قضاء يوم. ثم فإن لم يبن شيء صح، لكن بعد ذلك لم يبن شيء، يعني لا خطو ولا صباب، صح هذا صومه بناء على هذا الظن. ثم ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفله قبل أن ينزل منه شيء لجوفه صح صومه. نعم، لو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفله، عند طلوع الفجر كان في فمه طعام فلفله، يعني لم ينزل منه شيء لجوفه صح صومه. وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر، عند طلوع الفجر كان مجامعا فنزع في الحال، يعني نزع ذكره أخرج ذكره في الحال بسرعة، أي عقب طلوعه، هذا الخروج يقع يعني هذا بعد الطلوع، فلا يفطر. وإن أنزل، ممكن بعد الإخراج والنزع أنزل خرج منه المني، لا يفطر. لماذا؟ لأن النزع ترك للجماع، هذا ليس جماعا، لو كان جماعا يفطر، وكذلك يجب عليه الكفارة أيضا، لكن هذا ترك للجماع، هذا ترك مفطر لا يفطر. فإن لم ينزي حالا لم ينقض الصوم، وعليه القضاء والكفارة، كل هذا واجب. فإذن كيف تجب الكفارة مع قوله لم ينقض الصوم؟
الكفارة تكون بإبطال الصوم، إبطال الصوم يكون بعد الانقاذ، هنا ذكر يعني لم ينقذ، ثم كيف يكون إبطال؟ ها لكن هذا بمنزلة الإبطال، هكذا هم بينوا، ليس هذا إبطالا للصوم بل أنزل بمنزلة الإبطال والإفساد، لذلك وجبت الكفارة أيضا. نعم. ثم بعده أمور مبيحة الفطر، متى يجوز لأحد ترك الصوم، هذا الذي يبين فيما بعد. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وأعتنا اللهم حلما وأكرم فيهما وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم إن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن سائر عبادك وخلقك أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والجذري والطاعون والبرص ومن تهيئ الأسقام. اللهم لا تهلكنا بخطايانا، ولا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا، ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولتلاميذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن أعاننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله أخير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.